ياسر ابراهيم وايمن اشرف. ايمن اشرف وياسر ابراهيم، في مرونه تكتيكيه عاليه ما بينكم جدا، في انسجام ملاحظ لافت للنظر حتى على يعني الصعيد الشخصي. انتم ما شاء الله عليكم اصحاب قوي قوي قوي. ما شفتش كابتن هاني بيشاور من ورا، كانوا مع بعض في السموحه. فين المرونه دي؟ فين المرونه دي؟ انا مش شايف ايوه مرونه. لا في مرونه واضحه جدا جدا. انا عايز اعرف سر الانسجام ده. هل ما اعتقدش ان هي تعليمات من الجهاز الفني؟ انتوا اكيد بتقعدوا مع بعض، اكيد في كلام كتير قوي ما بينكم يا ياسر. لا انا وايمن من زمان قوي في سموحه كنا مع بعض، وعلى طول في تواصل دايما مع بعض. حتى لو لما جه الاهلي وانا لسه في سموحه كنا بنتكلم دايما على طول، وكنت باخد رايه في حاجات كتير وهو بياخد رايي في حاجات كتير. لا ايمن من الشخصيات المحترمه بصراحه، ومش عشان قاعد، لا من الشخصيات المحترمه بصراحه. غنوا على بعض انتوا الاثنين. لا 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 لا، هو خلي بالك من الشخصيات المحترمه جدا والله، بغض النظر عن اي حاجه ثانيه. هو صارف محترم، لكن بنتكلم على النقطه. المركز ده بالذات، المركز السد باكين، كان عندنا شويه مشاكل ايمن فيه يا ياسر. كان يعني الاصابات كانت كتيره قوي، والمركز ده اتغير. انت عارف المركز ده عايز اتنين بيلعبوا تقريبا الموسم كله، لو واحد خارج واحد داخل ما بقاش في مشكله. لكن محمود متولي، سعد سمير، بتتكلم على رامي ربيعه، ايمن ساعات باك شمال وساعات سرد باك. انت ياسر كمان مريت بظروف اصابه وبتروح وتيجي، لكن الثنائي اللي انتوا عملتوه، ويمكن بان فيه الهارموني، بان فيه التفاهم بشكل كبير جدا. يعني عملته ده ازاي؟ اولا ممكن يكون تدريب، ممكن يكون كلام، وممكن يكون زي ما انت بتقول انت اوريدي لعبتوا مع بعض في سموحه، بس انت كنت بتلعب باك شمال. لا لا انا لا لعبت، كنا كابتن حلمي طولان كان اوقات في ماتشات افريقيا بره كان بيلعبنا انا وهو ياسر اتنين مساكين مع بعض، فكنا بنأديها بشكل كويس. فاحنا كنا بنستعيد الذاكره شويه مع بعض قبل ماتش الزمالك. قلت له قلت له عايزين نستعيد الذاكره كده ونفوق مع بعض. عشان فوق لي كده كنت بتقول ايه يا كابتن؟ كان ايه الكلام؟ كنت بتقولوا ايه؟ طبعا لا يعني كنا بنتكلم في الماتش، يعني ما ينفعش يجي فينا جون خالص خالص طول الماتش، لازم نحافظ على احنا ممكن نجيب في اي وقت. وده اللي يعني هو جه فينا جون، هو جون حلو يعني، يعني هو جون شكله حلو، لكن بس قليل يعني قليل الاجوان دي، قليل يعني هو قليل الاجوان دي، لكن في توفيق كبير في الجون. لكن احنا انا وياسر اعتقد ادينا بشكل كويس طول الماتش. كان التركيز بيني وبينه كان دايما كلام ما بيننا وبين بعض، خاصه كمان ان يعني انتوا لعبتوا نادي الزمالك قبل كده، وكان دايما دارسين، وطبعا الجهاز الفني بيكلمكم ان من نقاط القوه الكروسات، مصطفى محمد بيلعب بدماغه كويس. فايه اللي كانت دايما بتتكلموا مع بعض؟ دلوقتي خلاص ما فيش، انت مع مصطفى وانا مع حد تاني، انتوا اكيد بتتكلموا. في اتفاق قبل الماتش. عايزين نعرف عملتوا دي ازاي؟ ما ينفعش المهاجم يبقى في وسطنا احنا الاثنين ما حدش ماسكه، لازم واحد فينا اللي ناحيه الكوره بالكلام طبعا الاقرب. اقرب على طول، ودايما يا ايمن في ظهرك تكير، روح انت انا هغطيك، الكلام اللي هو كلام الكوره، كانت لعيب كوره كابتن وعارف. روح انت انا هغطيك، لا استنى اطلع شويه كده، الكلام ده. وقبل الماتش كنا منبهين مع بعض، متفقين على كل حاجه هنعملها في الملعب ازاي. فانت بتنزل الملعب اوريدي حافظ كل حاجه، المسافه مش بعيده، اللي هو انا مثلا عارف هعمل واحد انت هتعمل اثنين، انا هعمل اثنين انت هتعمل ثلاثه كده، انا وايمن. فالحمد لله.